النهارده هنعمل مع بعض بقى أكلة جميلة جدا جدا جدا، الحمام الكذاب، بس بطريقة حلوة وبخلطة حلوة جدا جدا، من غير مية، من غير فرن، من غير فويل، من غير أي حاجة خالص خالص خالص. طريقة سهلة وحشوة جميلة ومميزة. بصوا كده، قمر قمر قمر، حاجة كده تحفة. يلا بينا على الفيديو، مطولش عليكم. وقدمته مع مكرونة بسطة كده سريعة وسهلة، والخضار بتاعنا الجميل القمر ده. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بافضل صحة وباحسن حبايبي. قبل اي حاجة عايزين قبل ما نبتدي الفيديو نصلي كلنا على رسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا محمد يا رسول الله. النهارده الوصفة بتاعتي سهلة وبسيطة جدا وكلكم هتحبوها، وهي بتعتمد اكتر على الخضروات، بجد هتعجبكم جدا. حابة تقدميها مع رز براحتك، حابة تقدميها مع مكرونة براحتك، حابة تقدميها زي ما هي كده تاكليها هيلسي برضو، دي حاجة ترجع لك. بس هي وصفة جميلة جدا جدا، وبالنسبة لي ندخل في الوصفة على طول عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا معايا الخضار بتاعي كده، معايا فلفل الوان اخضر واصفر واحمر وجزر متقطع كده، ومعايا بصل اخضر، ومعايا هنا كرفس مفرزاه، ومعانا هنا كرنب احمر، ومعايا كرنب ابيض. تمام، ده كده الخضار بتاعنا اهو، يا رب يكون باين لكم. ومعايا هنا مشروم، انا مكتره المشروم لان انا بحب المشروم الفريش قوي. ومعايا برضو للحشوه بتاعت الفراخ بتاعتي مشروم من اللي هو المعلب اهو. ومعايا بصل مقطع قطع صغيره خالص كده، ومعايا دورة حلوه، وفي قرن فلفل حامي براحتك عايز تستغني عنه، دي حاجه ترجع لك. ومعايا بروكلي نقعاه وغسله كويس او مصفيه، نقعاه حوالي مثلا ساعتين كده في الميه. ومعايا توم هناك مهروس، مش عايزه امد بس عشان ايديا ما تبانش كلها. والبهارات بتاعتي بصوا كده، بصوا معايا توم مهروس اهو. تمام، براحتك عندك توم من اللي هو العادي حطي، بس انا المتاح عندي بشتغل بيه يعني. ومعايا هنا البهارات بتاعتي بقى، هي ده كرفس وكزبره وخضره مجففه انا عاملاها في البيت، وده خولنجان، وده شويه روزميري، وهنا مرقه ماجي، وهنا بهارات فراخ وملح بس كده، مش هحط اي حاجه خالص تاني لبهارات الفراخ بتاعتي. والفراخ الجميله الاماره بتاعتنا بقى، اوسع لكم كده المكان عشان تشوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هنقعها كده في منقوع جميل قوي، بجد انا بحب انقع الفراخ دايما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بتبقى جميله جدا ونضيفه وريحتها روعه. نقعها في قرنفل اهو، قرنفل، ونقعها في ورق لوري، ومقطعه بصلايه كده سلايس، ومقطعه ليمون برضو شرائح ليمون كده، وبشر برتقال بشيله بالفريزر عندي، وحاطه بقى قطعه جنزبيل من اللي هي فريش برضو، وبسيبها مثلا براحتي بقى ساعتين ثلاثه، انا سايباها بالظبط 4 ساعات في المحلول ده، بجد جميل جدا. وحاطه الملح وحاطه شويه سكر، وبجد بتخلي لي ريحه الفراخ تحفه جدا جدا، كانك متبلاها بكل التوابل اللي ممكن تتخيليها. اروح بقى اصفيها ونرجع اقول لكم هنعمل ايه مع بعض. خلاص حبايب قلبي كده انا غسلتها، والمنكهات دي براحتك انت اللي عايزه تحطيه وشايفاه يعني حطي براحتك. بصوا انا فتحاها كده، وهتلاقوا فيه هنا بشر برتقال، انا حابه ان انا يبقى فيها هنا بشر برتقال كده. عايزه اقول لكم البهارات دي بتخليها يعني قشر البرتقال ده بيخلي طعم الفراخ حلو جدا جدا، ممكن تستغني عنه بس انا بصراحه بحبه جدا. ندخل بقى كده على طول في الوصفه بتاعتنا. التتبيلة اهم حاجة، حط بقى كده شوية زيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، والتوم مفروم كده حوالي مثلا معلقة، مش هكتر لان التوم ده مركز جدا بصراحة. استخدمته افتكرته زي التوم العادي، بصوا تحفه جدا 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 يعني، جربوها على ضمانتي حلوه قوي. بالنسبه بقى للبهارات اللي انا هحطها، دي البهارات اللي انا قلت لكم عليها،
فهاخد كده الملح، بسم الله الرحمن الرحيم، مع بهارات الفراخ. المهم ان انا هنزل بيهم كلهم بقى اهو بالشكل ده كده. تمام، هبتدي طبعا ايديا نضيفه كويس قوي، وهتبلها كويس قوي براحتك. عايزه تحطي فلفل اسمر حطي. انا السبع بهارات اللي عاملاها فيها كل حاجه، مع بهارات الفراخ، هي فيها فلفل اسود وفيها خولنجان، فيها انا بعملها في البيت بصراحه وبظبطها بتبقى حلوه قوي. فانت ممكن تحطي فلفل اسود لو ما عندكيش البهارات اللي هي السبع بهارات وبهارات الفراخ. مش قادره اقول لكم بقى الريحه، طبعا طبعا حلوه جدا جدا هي. طبعا هتشرب التتبيله لانها منقوعه كويس جدا بالشكل ده. وانا هحشيها زي الحمام الكذاب، بس المره دي من غير رز، هنعمل لها حشوه حلوه قريبه لقلبي وبحبها قوي. هسيبها بقى في التتبيله كده شويه ونعمل الحشوه بتاعتها. وخلاص كده بقى يا حبايب قلبي، انا نقلتها بالطبق ده كده، هسيبها بقى هي خلاص خدت بهاراتها كلها، ما شاء الله ريحتها تحفه جدا جدا جدا. عندي هنا مكان اللي انا هعمل فيه، انا هنزل هنا بشويه بصل كده نصهم، وهنزل بالمشروم بتاعي اهو، وهنزل بالذره الحلوه والفلفل الحار. تمام، وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه اقول لكم الحشوه دي حلوه جدا جدا. وكمان هنزل بشويه من الفلفل الاحمر زي ما هو طويل كده، والفلفل الاصفر والفلفل الاخضر. سامحوني على صوتي يا جماعه عشان انا تعبانه شويه. بصوا عايزه اقول لكم الخلطه دي يعني انا بعشقها جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هحط كمان شويه توم كده مفروم، وكمان هحط شوية صويا صوص بالشكل ده. حاجة كده بقى من الاخر، تحفة تحفة تحفة. فبجد يعني يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتس، ان شاء الله هتعجبكم. ومعايا هنا بقى شوية زيت زيتون كمان، وهقلب بقى الخلطة الجميلة اللي انا هحشي بيها الفراخ القمر بتاعتي. ايه رأيكم بقى؟ اظن مفيش ابسط ولا اسهل من كده حشوة. براحتك تقدري ان انتي تغيري فيها اي حاجة، بس انا بصراحة يعني عملتها كذا مرة بالحشوة دي، طعمها حلو جدا جدا جدا. وهديها كمان شوية من بهارات الفراخ. وهديها معلقة بابريكا. ومعلقة خولنجان. وايه بقى، حطيت شوية ملح بس كده. ودلوقتي هنحشي مع بعض الفراخ القمر بتاعتنا. هناخد كده كل ورق ونحشي مع بعض. سامحوني الكاميرا اتهزت عشان كنت بعطس ففصلت الكاميرا. دلوقتي بقى حبايب قلبي هاجي كده امسك، بصوا بقى الورك بتاعنا اهو كاننا بنحشي الحمام الكذاب، طبعا متبل مش قادره اقول لكم الريحه بتاعته عامله ازاي. هبتدي اخد كده من الحشوه الجميله بتاعتي دي، وهبتدي ان انا احط كده الفلفل، هدخله بالشكل ده هنا، وهاخد من الخلطه دي برضو ادخلها هنا كده
كأنك بتحشي الخلطة بتاعة الرز. بالشكل ده كده. وهقفله بقى بالخلة. بص كده. ايه رأيكم بقى؟ هقفله بقى بالخلة كله واعمله بالشكل ده وارجع اوجهه لكم مع بعض. بص شكله تحفة تحفة تحفة، حمامية جميلة اهي. بصوا بقى حبايب قلبي، انا كده خلاص خلصت اهو. شايفين بقى شكل الحمام الكداب بحشوة جميلة جدا جدا وجديدة، وهتعجبكم قوي قوي. وبصراحة ممكن كمان تعتبروها اكله دايت، بس التسويه هي اللي مش هتبقى دايت قوي. بس احنا كمان هنحاول نصفيه من الزيت تماما. انا كل اللي انا هعمله هروح اخلي زيت يحدح كويس جدا جدا على النار. واللي انا هعمله ان انا هاخد الفراخ القمر دي وهعفرها بالدقيق زي ما هي كده، تمام. وخلاص كده حبايب قلبي، انا عفرت الفراخ بتاعتي، بقى هروح على الزيت وهقليها. يلا بينا مع بعض. وعندي هنا زيت غزير بالشكل ده وانا مسخناه، هبتدي انزل هنزل باتنين اتنين، حتى لو قطعه كبيره زي دي برضه هنزل باتنين اتنين، تمام. خلاص كده انا هقليها بقى، هخليها تسخين وارجع اقدمها مع بعض. وللاسف الفيديو طول مني، فالخضار والخضار الجانبي هعمل لكم فيديو لوحده خالص، وهنشوف هنعمل جنبيه مكرونه ولا رز، واقدمه لكم في الفيديو اللي بعد بقى. لو الفيديو عجبك ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه، وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لما زي ما انتم شايفين الاثنين قربوا يستووا مع بعض، نزلت بالاثنين التانيين هيستووا في الزيت وهيبقى حلو جدا. الوصفه دي اللي مستعجلين وعايزين ناكل حمام كباب بحشوه مختلفه هتلاقوها معايا هنا وبس. انت بتنزلي في الزيت اوعي تنسي ان انت تحطيه على الفتحه بتاعته، ظهره يبقى تحت في الطاقه زي ما انا حطاه كده بالظبط، مش هيفتح منك ان شاء الله وهيعجبك. ده يا حبايب قلبي الشكل بقى الحمام الكذاب، مش قادره اقول لكم شكله تحفه ازاي. بصوا الحمامه طالعه عامله ازاي ما شاء الله. ايه رايكم؟ حاجه كده قمر قمر قمر. يا رب وصفتي تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتس. اشوفكم في فيديو جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.